أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذا السؤال المرشح الآخر، هنا يقول 1/3 إكس تربيع ناقص 3، وهنا عندنا 2 إكس تكعيب ناقص 54، وهنا عندنا 2 إكس تربيع ناقص 11 إكس زائد 15. المطلوب إيجاد LCM و GCF، يعني شنو يريد؟ هنا عندنا 3 حدوديات، هاي الحدودية الأولى وهاي الثانية وهاي الثالثة. يريد LCM و GCF، يعني يريد المضاعف المشترك الأكبر والعامل المشترك الأصغر. هنا شنو LCM؟ LCM يمثل العناصر المشتركة كلها، يعني يمثل هنا عن عملية اتحاد، يعني يريد العناصر المشتركة بالحدوديات بعد تحليلها كلها. أما GCF بس العناصر المشتركة، يعني كأنما يشتغل تقاطع، كأنما هنا يشتغل تقاطع. زين، احنا في الحالة ايش راح نسوي؟ راح كل حدودية نحللها، فناخذ الحدودية الأولى 1/3 إكس تربيع ناقص 3، هذا نحل بها طريقة. طبعا إذا أريد نحلها بالعامل ماكو عامل، أريد نحلها بالطريقة ثانية، فإحنا نشوف هنا ما دام بينات الناقص إذن احتمال ينحل بطريقة الفرق بين مربعين. هنا ما نقدر نحل بطريقة الفرق بين مربعين، ليش؟ لأن الأول ما له جذر تربيعي، وأيضا الثاني ما له جذر تربيعي، بس الأكس تربيع ممكن أن تجذرها. زين، هنا إذا طريقة التحليل مالت الفرق بين مربعين ما تنحل، لازم نطلع عامل بالبداية على مود تنحل. هنا العامل مالنا 1/3، فكتبنا العامل 1/3، شو يبقى عندنا جوا؟ يبقى اكس تربيع، لان 1/3 طلع عامل. ذني ينضربا، ذني ينضربا، شو يصير عندنا؟ 9 سد القوس. شو راح يصير عندنا؟ نطلع 1/3 من جديد، وهنا نفتح قوسين. هنا نقدر نحلها طريقة فرق مربعين، ليش؟ لأن الأول إلى جذر تربيعي والثاني إلى جذر تربيعي وبنص الناقص، فهنا إيش راح يصير؟ جذر الأكس تربيع أكس وجذر التسعة 3، مو؟ مرة ناخذها بالسالب ومرة ناخذها بالموجب. إذن هاي الحدودية الأولى انحلت. نجي للحدودية الثانية. الحدودية الثانية عندنا 2 إكس تكعيب ناقص 54. هنا قد يتصور الطالب نهاية انحل الفرق بين مربعين، بس هاي ما تصير. حتى لو طلع عامل ما راح تصير، وراح تشوفون إذا طلعنا عامل اللي هو 2 ايش راح يبقى جوا؟ اكس تكعيب ناقص 27، لأن نص ال 54 27. زين، هنا ليش ما تنحل فرق مربعين؟ لان هذا تكعيب وهذا ما له جذر تكعيبي، فتربيع عفو. فهنا نحلها بطريقه تسمى طريقه الفرق بين مكعبين، يعني ناخذ الجذر التكعيبي للاول اللي هو اكس، والجذر التكعيبي للثاني اللي هو 3، وهنا الاشاره تنزل كما هي، قوس صغير قوس كبير، هاي الاثنين ايضا تنزل. زين، هسه شو نسوي؟ نقسم الأول على الأول والثاني على الثاني. اكس تكعيب على اكس يبقى منها اكس تربيع، و27 على 3 بيها 9. هنا دائما تكون الإشارة موجبة، بعدين نضرب الأول بالثاني عكس الإشارة، فتصير موجب 3 في اكس 3 اكس، طبعا الرقم يسبق المتغير فيصير 3 اكس. هسه حلينا الثانية، تبقى الحدودية الثالثة. الحدودية الثالثة اللي هي 2 اكس تربيع ناقص 11 اكس زائد 15، هاي شلون نحلها؟ احنا صارت عندنا فكرة بان اللي متكرر بيهم كلهم يا هو اكس ناقص 3، وهنا اكس ناقص 3 متكرر، فنكتبه قبل بدون اي تفكير، اكس ناقص 3. زين، هنا الثلاثة نضربها بمن وتصير 15؟ اكيد راح نضربها بخمسة، راح نضربها بخمسة، فايش راح يصير عندنا هنا؟ ايضا اكس ناقص 5، تبقى شنو؟
يبقى عندنا الحد الوسط. الحد الوسط لازم يطلع 11، يطلع 11، وهنا عندنا لازم تطلع 2x. فالثنين راح وين تصير هنا؟ راح تصير الثنين هنا. واحد يسأل يقول ليش ما تصير هنا؟ ما تصير هنا لأن هذا متكربين كلهن، الاكس ناقص 3 متكربين كلهن. هسه إذا نريد نتحقق سالب 6x، ومننا ايش راح يطلع لنا؟ ناقص 5x، وهنا راح يطلع سالب 11x. إذا الحد الوسط موجود. زين، بعد شنو؟ عندنا هنا الجي سي اف مالنا المتكرر بهم كلهم اللي هو x ناقص 3، هذا المتكرر، حتى بدون اقواس هذا المتكرر بهم كلهم. اما ال LCM فنجي الى الارقام او الحدوديات المتكرره، المتكرره والمشتركه وغير المشتركه. فهنا 1 على 3 وجدت الاثنين، يصير 2 في 1 على 3 ويساوي 2 على 3. اذا الكسر انضرب بالرقم يصعد للوسط، والبقيه ننزلهم كلهم، بس ما ننزل النواتج اللي طلعناها. النواتج يعني مننا نخلي x ناقص 3 و x زائد 3، وهنا x ناقص 3 موجود، ننزل هذا اللي وراها اللي هو x تربيع زائد 3x زائد 9. بقى عندنا شنو اللي ما منزلينه؟ وعندنا 2x ناقص 5، وانتهى الحل. سؤال جدا سهل، يعني 10 درجات يمكن. نعم تجعلي 10 درجات، يعني ما بيها شيء حرام، ما تطالب هيك تضيع أسئلة سهلة. وشكرا.